أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. بعد وفاة حماتها بأيام، نانسى عجرم تحيي حفلا غنائيا وترقص فيه وتثير غضب الجمهور. تعرضت النجمة اللبنانية نانسى عجرم للهجوم من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إحيائها حفلا غنائيا في مصر، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة حماتها. وقد أصرت نانسى عجرم على الالتزام بعقد المتفق عليه على إحياء الحفل الغنائي لصالح إحدى الشركات بالعاصمة المصرية القاهرة، نظرا لصعوبة إلغاء الاتفاقات والتعاقدات في مثل هذه الظروف، الأمر الذي أثار استهجان بعض المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر البعض أن ملابس نانسى عجرم السوداء التي أطلت بها على الجمهور هي الشيء الوحيد الذي بين حزنها، حيث ارتدت جمبسوت أسود اللون، وسخر الكثيرون من ارتدائها اللون الأسود حزنا على حماتها، بينما رأى البعض الآخر أنه يحق لها فعل ما تريد. وقد تكون مضطرة وسعت لتأجيل الحفل لكنها لم تستطع بسبب الطرف الآخر، ولم تظهر ملامح الحزن على وجه نانسى عجرم بسبب رحيل حماتها، ورقصت خلال الحفل وتفاعلت مع جمهورها بشكل لافت، وظهرت بإحدى مقاطع الفيديو المتداولة ويتقطع إحدى أغنياتها وتطلب من الجمهور التصفيق. وتفاعل الجمهور مع خبر حفل نانسى عجرم بين مؤيد ومعارض، فهناك من رأى أن نانسى عجرم تجاوزت حزنها بعد وفاة حماتها معتبرين أن الحي أبقى من الميت، فيما انتقدها كثيرون على اعتبار أنها ترقص وتغني بعد وفاة والدة زوجها. وكتب أحد المغردين: بعد ساعات على وفاة حماتها ريحان النوس تعمل حفلة بمصر، وعلى أساس زعلانة وحزينة شوفوني لبسة أسود، يا عمي ما راح تموت من الجوع لو ألغيت الحفلة، والله عيب، بأس هذا الزمن اللي صارت فيه المصاري أهم من الناس. وكتب آخر: فيك تعيرين قلبك ليوم واحد، كيف فيك ترقصي هيك وحدا من عيلتك ما صار له أسبوع متوفي، كله كرمال شوية مصاري، ايه ادفع الشرط الجزائي، شو يعني الميت حرمته، فكيف إذا كان من عيلتك. وكانت نانسى عجرم علقت على وفاة حماتها قبل يومين وشكرت كل من واساها بفقدان حماتها والدة زوجة الطبيب فهد الهاشم، وكتبت عبر تويتر تغريدة جاء فيها: شكر كبير لكل صديق وقريب ذكرنا وشاركنا بهالوقت الصعب، إن شاء الله الحزن ما بدق باب حدا. عشان انا عايزه زقفه مع الايقاع، هعيد تاني يلا.